احنا شايفين دلوقتي الصوره فيها ديكوريشنز للكريسماس اه, آه الكوشنز تقريبا أيوة الكوشن والشمع والزرع بتاع الكريسماس كمان المرايات اللي حواليها زرع الكريسماس دي بالاضاءه بتبقى حلوه قوي والمرايات بتخلي انعكاس الاضاءه جميل قوي فبيعمل فايبس حلوه في كل البيت واهم حاجه بس ان انا يعني لما اجيب حاجات اجيب حاجات متناسقه مع بعض يعني مثلا مم. ده اللي هو الكاشون ماشيه مع الستاره مم. ماشيه مع الرانر على الترابيزه او أه. اللي هو المفرش بتاع الترابيزه والترابيزه باينه من الجنبين فمدي كله اجواء حلوه مم. وهو كله بيتباع على بعضه بقى بيبقى وفي زي سات كده مع بعضها بالظبط اه أو وفي أوكي. تفاوت كتير في الاسعار بتاعتها فهي ما تبقاش مكلفه طب قولي لي ايه يعني لو احنا عايزين بقى نتكلم ان جنرال آه. في الاساس او الفرنتشر الشتوي آه. ايه بقى الجديد فيه يعني لو انا بقى عايزه اغير كده الاساس بتاع البيت آه. اخليه ايه بقى في الشتاء آه ممكن برضو ادخل هي الحاجات الفرو دي الفير دي بتبقى حلوه قوي م. سواء في الكاشون سواء في المفارش سواء في قطع السجاجيد دي بتبقى لطيفه قوي وبتعمل جو شتوي حلو قوي وسهل ان انا اشيلها يعني أوه. هي مثلاً أو ستة كده وتتشال الألوان اللي طالعة موضة فيها الكشمير م. والبيج الغامق شوية آه مع مثلاً الأزرق أو مع البني هتدي أجواء حلوة قوي الكشمير مع البني حلو جداً وطالعة موضة قوي هيعملوا فايبس حلوه، كمان في السكرينز اللي, اللي هي مثلا لو مش متاح مش طبعا كل بيوتنا في مصر مؤهله ان انا اعمل دفايه زي ديت، في سكرين كده نازله بيبقى فيها صوره النار ديت والحاجات دي لما تتحط اه زي الدفايه ايوه بالظبط يعني. ايوه اه بتدي برضه فايبس حلوه قوي في الشتاء، يعني حتى لو الجو برد تحسس واحد كده بالدفا بالدفا كده يعني بالايحاء يعني اه بالظبط كده او مع الشمع بقى وكده هنحس بالدفا حلو اوكي طب ادينا شويه نصايح كده دايما الناس بتحب في الانتيرير او جوه البيت تحط زرع حتى لو هو فيك صناعي أوه. أوه. فاحنا ايه ايه بقى نصايح مثلا لزرع نحطه في الشتاء يدينا احساس كده شتوي مش صيفي ومبهج كده لا يعني يليق على الشتاء اوكي الزرع اللي هو كله اخضر او اللي مم. هو الاخضر في الاحمر ده جو الشتاء جدا خصوصا الاحمر الغامق دي آه بتبقى حلوه قوي ثانيا ابسط حاجه مثلا تخليني احط الزرع حلو اللي هو ابي سي كده اي كورنر احط مم. فيه زرع يعني ابعد عن الممرات ابعد مثلا عن الحته اللي فيها الليفينج ابعد مم. عن الحتة اللي فيها حركه كتير كورنر اي كورنر أوكي. مش مستخدم احط زرع في فيه اه اي اي ركن احط فيه زرع هبقى في التمام اوكي أو. آه ممكن بقى العب كمان بالمستويات بتاعته يعني مم. حاجات مثلا لو في مثلا عندي ركن كبير شويه او واسع شويه ما فيهوش حاجه لو حطيت زرعه كبيره وجنبها زرعه صغيره او زرعه وسط جنبها زرع اصغر تلاتة او اثنين هيبقى شكلهم حلو قوي كل مم. ما كانت الحاجه يعني سات على بعضها او كذا واحده مع أو. بعض هيبقوا حلوين قوي سواء مم. في الشام سواء في الزرع سواء في التابلوهات كل ما كان ال... السات على بعضها او حاجه على بعضها مش حاجه واحده بس بعض. حاجات أيوة على بعض شبه بعض جدا اه